بخصوص السؤال ديالكم على التأثير ديال الجائحة على القطاع البلاستيك، كيف ما تتعرفوا قطاع البلاستيك هو قطاع لأفقي، تتوجد البلاستيك في صناعة المواد الغذائية، في صناعة السيارات، صناعة الطيران، في مجموعة ديال الصناعات، وبهدف فالتأثير ديالو ماشي بنفس الطريقة ديال الجائحة، ماشي بنفس الطريقة على جميع القطاعات. فكاينين قطاعات اللي تأثروا بواحد طريقة سلبية، وكاين مجموعة القطاعات اللي عرفوا واحد التطور اللي مهم، لدرجة أن كاينين مجموعة ديال المواد اللي ما كناش نصنعوها في المغرب ولينا اضطرينا أن نصنعوها في المغرب بسبب الجائحة، لأن اضطرينا أن يكون عندنا واحد المنتوج وطني خاص بالمغرب، ما تنتسناوش، ما كانش ممكن أننا نبقاو نستوردو لأن الجائحة كانت وقفت جميع التبادلات. أما بخصوص الملتقى، الملتقى اللي حنايا غنضموه إن شاء الله من 16 حتى 23 يونيو 2021، هذا الملتقى هو غادي يتنظم عن طريقة الافتراضية، خصوصا المدة بالنسبة للمعرض ولا ما يشابه المعرض، لأنه ماشي معرض. هاد الملتقى هو ملتقى تاريخي ديال الفيدرالية، كنا تنظموه لعدة سنوات، أكثر من 20 عام في التاريخ في السن ديالو. هاد العام غنظموه بخصوص أشنا هما الرافعات اللي نقدروا نحركوهم باش أن صناعة البلاستيك تقدر من بعد جائحة تأخذ واحد السرعة مهمة وتقدر تطور لصالح الصناعة المغربية، لأن تعرفوا بأن الصناعة ديال البلاستيكية هي صناعة اللي رافعة ديال الصناعة المغربية، لأن التنافسية ديال صناعة البلاستيك من التنافسية ديال الصناعة المغربية، لأن احنا قطاع الصناعة البلاستيكية هو اللي تيعطي مواد البلاستيكية للصناعات الأخرى اللي تتصدر، وهذاك قطاع الصناعة البلاستيكية هو المصدر الأول الغير مباشر بالمغرب.